اختتمت أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة التي تعقد بالقاهرة تحت شعار من أم الدنيا إلى كل دنيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية. وفي البيان الختامي للمؤتمر أكد المشاركون تفعيل دور السفارات بالخارج للترويج للفرص الاستثمارية في مصر. كما أوصى المؤتمر بتعزيز دور وزارة العمل في حماية المصريين بالخارج وعقد لقاءات مستمرة معهم لحل مشكلاتهم. دمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية، لأن احنا كنا على طول بنقع في لغط ومشكلة القرار فين؟ القرار خارجية والتبعية للخارجية ولا للهجرة؟ فأعتقد أن موضوع توحيد القرار ده هيسهل كل الإجراءات الخاصة بالهجرة والمهاجرين أو المصريين بالخارج. التواجد اللي الواحد شافه النهاردة والنخبة الكبيرة اللي جت وموضوع شركة الاستثمار اللي اتعرض، مشكلة مبادرة السيارات، مشكلة التعليم، الحاجات دي كلها مهمة بالنسبة للي موجودين في الخارج. الحمد لله كان في استجابات كتير للمبادرات ديت، مبادرة السيارات، مبادرة التعليم، مبادرات التأمين، كل الحاجات دي أكيد في مجموعة كبيرة جدا من اللي موجودين في الخارج هيستفيدوا بيها إن شاء الله. المؤتمر في رحاب وزارة الخارجية بعد دمج ملف الهجرة والمصريين في الخارج يعتبر ملف أصبح متكامل، ويمكن ده كانت من المطالبات اللي احنا قلناها في جلسات الحوار الوطني. هيتم حوكمة الملف بشكل كمان لصالح المصريين في الخارج من ناحية ولصالح الدولة المصرية بإسهاماتهم في الداخل من ناحية.